اهلا بكم الى انتم اونلاين. حلقه اليوم فيها الكثير من المواضيع، ولا سيما اننا على بعد اقل من يعني 24 ساعه على تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحده الامريكيه. ستشاركني تقديم هذه الحلقه الزميله بيسان ابو حامد. بيسان، مواضيعنا ليست مقتصره فقط على الولايات المتحده. صحيح، ملك الولايات المتحده، البحرين، السعوديه وغيرها، ونبدا من القنيطره. صحيح. الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي احيوا ذكرى استشهاد الشهداء السبعه الذين قضوا بيد العدو الاسرائيلي عام 2015 تحت وسمي روح ثوريه وشهداء القنيطره. الكثير كان هناك من التغريدات. ملاك، هذه التغريدة نبدأ بها، تقول إنهم امتداد الثورة وأول تأشيرة نصر، سماهم في وجوههم، تخالهم وردة الشهادة بأم عينيها، سبعة أقمار من بعد العماد. وفي تغريدة أخرى يقول محمد: شهداء على طريق القدس وفلسطين، وليس على طريق القدس وفلسطين بل على أعتاب القدس وفلسطين. سامر وضع صورة للشهداء: ببركة دمائهم الزكية ودماء جميع الشهداء نعيش بعز وكرامة، مع هاشتاغ شهداء القنيطرة. فيما جمال شارك فيديو وكتب قبله: في مثل هذا اليوم اختار العدو ثلة من مجاهدي المقاومة الإسلامية، إخواننا السبع كانوا في مهمة تفقد في القنيطرة على تخوم الجولان السوري المحتل. وهو دعا إلى التغريد على هاشتاغ روح ثورية، وهو انتشر كثيرا بالأمس. ونذكر أن هذه المجموعة من الشهداء كان بين جهاد عماد مغنية، وبطبيعة الحال يعني له مكانة رمزية لأنه امتداد من الأب إلى الابن، شهداء على طريق فلسطين. نشاهد الفيديو. إخواننا السبعة قوم كتب الله عليهم القتل فبوزوا إلى مضاجعهم. نقول لهؤلاء الشهداء: هنيئا لكم، هنيئا لكم، هنيئا لكم، طوبى لكم وحسن مآب. الله سبحانه وتعالى يجزيكم. ملاك، رغم أن يعني كما قلنا هناك كثير من التفاعل على هذا الهاشتاغ، لكن هناك بعض المغردين الذين خصوا الشهيد مغنية في تغريداتهم. ما قالت فاطمة الحاج: حملت فيك سر أبيك روحا دينا وبسمة، وورثت منه عشق الأمين نهجا وقلبا وعقلا، وأدبك أن وصال الجنة طريقه عفة الزاهدين وبأس المجاهدين. أما حساب باسم قاف قال: اجعلوا شهيدكم يتجلى في ذواتكم، بحيث يشعر كل من يراكم بوجود الشهيد في أنفسكم، ويشعر بنفس الروح والصلابة وكافة الخصائص. مقتطف من وصية الحاج قاسم سليماني. يعني بالإضافة إلى هذه التفاعلات حول موضوع الشهداء، بدأ بارزا بالأمس خبر جاء بالتوازي وغرد عنه، سنتحدث عنه بالتفصيل، أنه لما بدكم تغطوا على يوم الشهداء وتحرفوا أنظار العالم عنه، ما تخترعوا انفجارات وهمية. وبالتحديد بسان، لأنه انتشر تسجيل بالأمس أرسل عبر تطبيق واتساب، ويعني أرعب الناس في البداية قبل أن يتحققوا من أنه إنذار خاطئ. كان هناك صوت يقول أن هناك انفجارا في منطقة حارة حريق في الضاحية الجنوبية في بيروت لنترات الأمونيوم، وفي هذا يعني ربط سياسي بما حدث سابقا في مرفأ بيروت. واللبنانيون بطبيعة الحال وكل من يسكن هذا البلد يعني في الوضع الحالي أعصابهم يعني فارطة، فكان يعني هناك تفاعلات كثيرة حول موضوع هذا التسجيل، وحتى أن هناك يعني مطالبات بملاحقة من أرسله. ملاك، يعني كما قلت يعني الناس أعصابها لا تحتمل هذا النوع من الأخبار الكاذبة، يعني حتى الموضوع أقربائي وربما أهلي وأهلك أصيبوا بالذعر حقيقة. يقول هذا الحساب: انفجار في الضاحية، كمية أمونيوم نترات، ومقتل قادة في الحزب وسيد بحال خطر، خبر كهذا ليس سخيف بل هو من وسائل الحرب القادمة. أما هذا الحساب فقال: شاهد قبل الحذف صورة حصرية لانفجار حارة حريق، المصدر جروب أم علي للأخبار، جروب أم علي للأخبار الجديدة والحصرية الغير مفبركة. صورة طبعا انفجار صورة ناوي. صورة ساخرة. وفي هذه التغريدة تقول رولا: قيل أن القوى الأمنية تبحث في هذه الأثناء عن صاحبة التسجيل الصوتي الذي تدعي فيه صاحبته بحصول انفجار نترات في الضاحية، ما رح تخلص من قرف الشائعات، بس أهدم شيء بالخبرية أن الانفجار سايلنت، سكان الضاحية ما سمعوا، لم يسمعوا أحد بطبيعة الحال.
يعني ملاك كان لازم نقنع ماما انه ما حدا سمع هيك شيء. يعني صعب على من يسكن خارج البلد او صح. من لم يعرف الموضوع في لحظته بالطبع سيكون صعبا جدا. ونذكر هنا ان بلديه حارة حريك احتفظت بحق ملاحقه اي جهه اشاعت كذبا ان هناك انفجارا، يعني هذا فيه خضة للناس، راينا بالامس صحيح. كيف تفاعل الناس معها. من لبنان وهذه الأخبار سننتقل إلى حيث عيون العالم كلها شاخصة لغاية 24 ساعة المقبلة، واشنطن. واشنطن العاصمة الأمريكية تحولت إلى ما يشبه ثكنة عسكرية. أكثر من 25 ألف جندي نزلوا إلى الشوارع لتأمين حفل تنصيب جو بايدن. كما نرى يعني الشوارع شبه خالية. هناك ولايات قررت إغلاق عواصمها غدا. وفي واشنطن الوضع بدأ على الشكل التالي. وهناك من كتب أنه هناك يعني حالة تشبه أكثر من حالة الحرب. هذا الحساب مثلا كتب: لم أرى تواجدا عسكريا بهذه الكثرة خارج منطقة حرب. وتقدر أعداد الجنود الذين يعني أرسلوا إلى العاصمة واشنطن بأكثر من أعداد الجنود الذين أرسلوا إلى حربي العراق وأفغانستان معا. ملاك يعني في صعيد موازي هذا الاحتفال سيكون خالي من الأشخاص وسيتم الاكتفاء به، يعني سيكون عدد جدا محدود من المشاركين وسيتم الاستعادة عن الحضور البشري بمئات آلاف الأعلام في بحث البيت الأبيض، حيث تجري مراسم التنصيب لتضاء بالألوان مختلفة وتمثل الولايات الخمسين تحت عنوان أمريكا موحدة، وهو أمر يعني لطالما ركز عليه الرئيس المنتخب جو بايدن. في تغريدة يقول صاحبها: في يوم واحد ستنتهي 4 سنوات من الجحيم وها نحن مستعدون لبايدن وكمالا هاريس. أما أيضا ملاك انتشر فيديو للصورة الأخيرة لترامب وهو يلتقطها في البيت الأبيض، آخر صورة له كرئيس، نشاهد هذا الفيديو. Maybe it's the calm before the storm. What's the storm? Could be the calm. The calm before the storm. مع اقتراب مغادرة ترامب البيت الأبيض وبالتوازي مع العديد من المناشدات له بإصدار عفو رئاسي عن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، كان بالأمس هناك حركة ناشطة على تويتر بالتحديد، العديد من الاستفتاءات. بين هذا الاستفتاء البيت الأبيض أو مصادر في البيت الأبيض يعني سربت أخبارا أن جوليان أسانج لن يحصل على عفو رئاسي، وسأل هل برأيكم على يعني أسانج يستحق عفوا رئاسيا. 32 ألف مصوت 90% منهم قالوا أنه يستحق عفوا. الجمهور يريد العفو ولكن الدولة العميقة بحسب هذا الحساب لا تريد. المفروض أن هذا البلد يديره الجمهور أو الشعب لا الدولة العميقة. سيمون من جهته كتب وقال: حرر أسانج لأنه قال الحقيقة التي لا تناسب البعض، هذا ما يسمى بالصحافة الاستقصائية ولا شيء آخر. أما سنودن فقال في تغريدة: انظروا إلى مدى الدعم الجماهير الساحق للعفو عن أسانج في كل استطلاع كهذا، وفكروا فيما يقوله عن أي رئيس يرفض إغلاق أخطر قضية قانونية في الصحافة لأنه يخشى النقد من أسوأ الناس في السلطات. يعني ترامب بطبيعة الحال وجهت إليه الكثير من الانتقادات خلال 4 سنوات المقبلة وربما في الفترة المقبلة يعني في 4 سنوات الماضية، وستستمر الانتقادات. ولكن بالأمس أجمع الكثير من الأمريكيين على محبتهم لميلانا ترامب، يعني السيدة الأولى التي لم نراها كثيرا في ظل زوجها الذي كان يعني يستقطب كل الأضواء. بالأمس يعني وضعت فيديو وداعي على صفحتها على تويتر، سنشاهد مقتطفا منه. As the world continues to confront the COVID-19 pandemic, I thank all of the nurses, doctors, healthcare professionals, manufacturing workers, truck drivers, and so many others who are working to save lives. We grieve for the families who have lost a loved one due to the pandemic. Every life is precious, and I ask all Americans to use caution and common sense to protect the vulnerable, as millions of vaccines are now being delivered.
العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي شكروا ميلانا ترامب التي كانت السيدة الأولى، وهناك من كتب أنه يصلي لها ولعائلتها بأن تحل عليهم البركة دائما، وقال أنه سيشتاق للأوقات الذي كان فيها الرئيس ترامب رئيس قائدا لهذا البلد الذي يخاطب ميلانا ترامب هجرت إليه أنا وأنت ونسميه وطنا، ويعلق على لهجتها بالقول أنها لهجة محببة. ملاك جورج قال انها كانت رائعه رغم ان وسائل الاعلام قللت من شانها. صحيح يعني ملاك كما قلت كانت دائما النجم هو ترامب، وتم اهمالها بشكل من الاشكال، حتى ربما طالتها الكثير من الانتقادات. صحيح. بسبب زوجها، يعني هو في كثير من الملفات كان سيئا بما فيه ملف منظمه الصحه العالميه. بالحديث عن منظمة الصحة العالمية، بالأمس افتتح مؤتمر منظمة الصحة العالمية 148، وفي مستهله تحدث رئيس منظمة الصحة العالمية أو مدير عام تدرس أدهانوم، وقال أن سيكون هناك تدريجيا لقاحات لفيروس كورونا لجميع الناس، ولكن علينا الآن أن نعمل كعائلة واحدة لتأمين وصول اللقاح بحسب الأولويات إلى كل دول العالم، في إشارة إلى اللا عدالة في توزيع على الدول الفقيرة والدول الغنية. سنشاهد مقتطفا من كلامه. One year ago, a new virus emerged and sparked a pandemic. Life-saving vaccines have been developed. What happens next is up to us. Vaccines are the shot in the arm we all need, literally and figuratively. But we now face the real danger that even as vaccines bring hope to some, they become another brick in the wall of inequality between the world's haves and have-nots. It's right that all governments want to prioritize vaccinating their own health workers and older people first. But it's not right that younger, healthier adults in rich countries are vaccinated before health workers and older people in poorer countries. ملاك، حصول الدول الفقيرة على اللقاح الآن يعني يثير هاجس لدى الكثير من الدول بما فيها كوبا، حيث يقول وزير الخارجية الكوبي في تغريدة له حتى الآن اشترت 10 دول فقط 95% من لقاحات كورونا المنتجة. وفقا لمنظمة الصحة العالمية، كيف يمكن ضمان الوصول العادل للقاح في دول الجنوب؟ كيف يمكن ضمان تلقيح الأسر الفقيرة والضعيفة؟ وكم سيستغرق وقت ذلك؟ هذا الحساب قال أعطيت فقط 25 جرعة من لقاح الكورونا الروسي سبوتنيك في الدول الفقيرة في غينيا فقط. الرئيس حصل على واحدة من هذه اللقاحات 25، فيما أعطيت 39 مليون جرعة في الدول الغنية. طبعا موضوع اللا عدالة في توزيع اللقاحات يثير حفيظة الكثيرين، ولكن هناك من يعتبر أن الموضوع يعني يمكن مقاربته بطريقة أخرى. جيلي يقول كلما أسرعت الدول الغنية في الوقوف على أقدامها بمواجهة طبعا فيروس كورونا، كلما يعني لحقتها الدول الفقيرة. لسوء الحظ تعتمد الدول الفقيرة على الدول الغنية لإنتاج أكبر عدد من اللقاحات في أسرع وقت ممكن، وستساعد الدول الغنية متى يعني استطاعت أن تلقح جميع سكانها أن تساعد الدول الفقيرة ليس فقط في تصنيع اللقاحات ولكن أيضا في توزيعها، وهذا طبعا ما نأمله يعني العدالة الإنسانية في هذا الموضوع ملحة ويعني مطلب إنساني، وهذا الفيروس لا يميز بين قارة وفقير. بهذا بسان نكون وصلنا إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا، تابعونا مشاهدينا لو تكرمتم بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا مجددا إلى هذه الحلقة من أنتم أونلاين. مسلسل التطبيع مع إسرائيل من بعض الدول العربية يتوالى، وتتوالى معه ردود الفعل الشعبية الجذرية إذا جاز التعبير بسان، وهذه المرة خبرنا من البحرين. ملاك، في البحرين تجاوزوا حدود التعبير على السوشيال ميديا وانتقلوا إلى فعل حقيقي على الأرض. خلينا نبدأ بالحكاية. عندما قام البنك الوطني البحريني بإعلان أنه قام باتفاقية مع إسرائيل، انتفض البحرينيون الرافضون للتطبيع وأطلقوا وسم، يعني أعيد إحياء وسم بحرينيون ضد التطبيع، لكنهم لم يكتفوا بهذا الحد. لنتابع هذا الفيديو. في طريقي لغلق حسابي الشخصي البنكينج،
على الرغم من ان الحساب ما في اي شيء سوى يعني المعونة الشهرية معونة الغلاء اللي تحول، ولكن كموقف مني لابد ان اتخذه واغلق حسابي لدى البنك الذي يتعامل مع الكيان الصهيوني، وهذا اقل موقف نتخذه تجاه ذلك البنك. ملاك، في معرض التعليق على هذا الأمر يقول جعفر الشعباني: تصور بنك الإسرائيلي يحصل التسهيلات من بنك البحرين الوطني ويستثمرها في إسرائيل من بناء المستوطنات، أو حتى يعطي تسهيلات إلى الشعب الصهيوني من عسكريين، وهذه الفلوس من الشعب البحريني الذي يدفعها إلى البنك تحت أي مسمى، لا تكون شريك في جرائم ضد الإنسانية. أما هذا الحساب فقال: مواطن ذهب صباح اليوم إلى فرع بنك البحرين الوطني لإغلاق حسابه نهائيا وأصر أن يكتب السبب، تطبيع البنك مع العدو الصهيوني، وسجل الموظف ذلك وحوله لمدير الفرع الذي أكد بأنه ليس الوحيد الذي أغلق حسابه اليوم ولنفس السبب. يعني المواطنون البحرينيون الغاضبون من هذا الأمر تصرفوا بطريقة تلزم البنوك بأن تحترم رغباتهم في يعني التعامل بنقودهم بنهاية الأمر. زاهر كتب: من الجيد تلبيس إدارات البنوك والشركات عار تطبيعها مع الصهاينة، تأكدوا أن هذا الحال لن يدوم، وهناك متغيرات ستسهل على الناس معرفة لابسي العار والوسم بنك البحرين الوطني. فيما يعني تساءل هذا المغرد: هل استشار بنك البحرين الوطني المواطنين الذين لديهم حسابات فيه ويعتبرون من المساهمين في البنك؟ هل استشارهم في التعاون مع بنوك الكيان الصهيوني وبهذا المستوى؟ أموال المواطنين المودعة في بنك البحرين الوطني تعتبر أمانة، والتصرف فيها يجب أن يكون لهم رأي في طريقة استثمارها ومع من. ملاك، السعوديون أيضا لديهم مشكلة بما يخص موضوع النقود، لكنها من جانب آخر. يوم أمس تصدر ترند أطباء 2020 بلا رواتب قائمة الترند السعودي، وبقي ترند لعدة ساعات. قصة هذا الترند أن هناك أطباء سعوديون يعملون منذ أكثر من 5 أشهر دون أن يتقاضوا أجورهم. ربما هذه التغريدات تشرح القصة أكثر. يقول هذا الحساب: أطباء عقد طبيب متدرب التابع لوزارة الصحة، باشرنا العمل منذ 1/10/2020 ولم يتم صرف مستحقات الراتب الشهري حتى الآن، متيقنين بأن ذلك لا يرضي سعادتكم، علما بأنه قد تم تقديم شكاوي بهذا الخصوص دون أي تجاوب. هذا الحساب ملاك، عفوا لو كنت سأقاطعك هنا، يقول إلى جميع من يجلس خلف مكتبه: مو مجرد عقود وأوراق مركونة، مستحقاتنا وحقوقنا متوقفة عليها ومتوقف عليها حياتنا وحياة الأسرة التي نعيلها. جميع من كان يقف خلف هذا التأخير يجب أن يحاسب بتهمة الفساد. بسان، يعني مسألة أنهم رفعوا شكاوى ولم يتم الاستجابة لها هي ما دفعت الأطباء إلى تصعيد الأمر وتظهيره على السوشيال ميديا. هذا الحساب كتب: فليشهد العالم على فساد الدوائر الحكومية وضياع حقوق الأطباء، أشهر من التواصل والخطابات لا طائل منها. وهو أشار إلى أن هناك يعني حملة تجنيس للكوادر الطبية في العالم تقديرا لجهودهم في جائحة كورونا، بينما يكافأ الأطباء المتدربين في خط الدفاع الأول بعدم صرف رواتبهم لمدة 5 أشهر. وكتب حساب آخر: من المؤسف أننا نضطر للمطالبة بحقوقنا على منصة تويتر وتجاهل مطالبنا من الجهات الرسمية حتى الآن، مع العلم بأننا نطالب بحق وعقد ملزم للطرفين، وإلى الآن 4 أشهر بلا رواتب. ملاك، لاحظت الكثير من هذه الحسابات يعني التي تطالب بحقوق هؤلاء الأطباء هم حسابات استحدثت حديثا، يعني حتى جربت أن أستفسر أكثر عن هذا الموضوع، يبدو أن هناك خوف من أن تتفاقم هويتهم الحقيقية. صحيح، تعرف الهوية الحقيقية وأن تتفاقم أزمتهم مع الحكومة السعودية. في الحكومة السعودية أيضا، في السعودية أعادت قضية زيادة ريبان الشمري المواطن السعودي الذي قتل صبية في بداية عمرها بعد أن قام باغتصابها واختطافها، عادت هذه القضية إلى الضوء من جديد في السعودية، وذلك بعد أن أعيد نشر فيديو لوالدة هذه الضحية تطالب بالقصاص من القاتل. نشاهد الفيديو. حق بنتي دمها في مريفك من 1/2/1442، بنتي اختطفت من عند الأنوار هذه، من ذا المنطقة هذه، بنتي اختطفت واغتصبت وانحرت، بنتي انذبحت يا محمد بن سلمان، بنتي انذبحت وجاء تحقيقها سوالفها عند الشرطة تلود الوادي، شرطة من نفس القبيلة. تكفى يا محمد بن سلمان، أنا أشدك تطلع لي لي
دجنة ما هي من هالقبيلة، تكفى محمد بن سلمان، بنت اغتصبها وشنقها وذبحها ونحرها واحد اسمه زياد، زياد تريبان الشمري من مريفق، طلعوا كل من الأساس معه عمه خاله ولده اللي هو، طلعوه تكفون، طلعوا حق دم بنتي، بنتي مريضة، مريضة سرطان ما فيها مطمع. يعني الظلم قاس وصعب، وهذه الأم محقة في صرختها، وهناك الكثير من التفاعل معها على السوشيال ميديا ولا سيما تويتر. هناك من أعاد صياغة القصة بطريقته وقال أنه بعد هذه الجريمة المروعة القضية لازالت مقفولة والقاتل لسه حر طليق عشانه من نفس قبيلة الضابط بقسم الشرطة، وطلب مشاركة إعدام زياد تريبان مطلب. وتحت نفس الهاشتاج غرد ماركوس مسكين الأم تطالب بحق ابنتها ولكن دون استجابة، الله يلعن الوسطات والقبائل التي تضيع حقوق الناس. ملاك، إعدام زياد تريبان مطلب هو ترند المرة الثالثة في السعودية، يعني صحيح. كان السعوديون طالبوا بذلك منذ أن ظهرت هذه القصة للضوء في المرة الأولى. في معرض التعليقات أيضا ملاك يقول هذا الحساب: حسبي الله ونعم الوكيل، أكثر ما نعاني منه بمراكز الشرطة هي الواسطات، وخاصة إذا الضابط بنفس القبيلة، ياما قضايا راحت سببها ضابط عديم الأمانة. وفي تغريدة أخرى تقول: اللي كذب القصة يا رب يجيك نفس هالموقف، الضوء طعم الفساد والواسطات اللي تصير في التستر على المجرمين، إعدام زيادة تريبان مطلب. يعني للأسف بينما هناك أشخاص يستسهلون قتل الأرواح، هناك من يحنو ويعطف على أرواح البشر والحيوانات، ومنهم هذا الحاج من فلسطين المحتلة في الداخل المحتل عام 48. ويعني غسان يونس أبو أيمن توفي بالأمس بعد إصابته بمرض بفيروس كورونا. كمية النعي والحزن عليه كبيرة جدا، ليس فقط لأنه يعني رجل متدين وتقي، ولكن أيضا لأنه يسمى بأبو هريرة أو أبو هريرات المسجد الأقصى. نشاهد في الفيديو بسان مشاهد للحاج أبو أيمن، كان كل يوم يقطع كل المسافة من قرية عارة في شمال فلسطين إلى القدس، وبعضهم قال يومين في الأسبوع، ليطعم القطط. يمكن ملاحظة أنه في كل طقس صيفا شتاء كان يطعم حيوانات المسجد الأقصى، ويعد من المرابطين في المسجد الأقصى. هناك من نعاه وفاة أشهر وأصلب المرابطين في المسجد الأقصى، كان يرعى القطط خارج المسجد ويوزع الحلوى على الأطفال بداخله. ملاك، أيضا على فيسبوك الكثيرون نعوا الحاج علي نصر العبيدات، قال: أبو هريرات الأقصى في ذمة الله، وفاة الحاج المرابط غسان يونس أبو أيمن من بلدة عارة، رحمك الله يا حاج. أيضا في منشور آخر على فيسبوك يقول صاحب هذا المنشور: انتقل إلى رحمته تعالى الحاج المرابط في الأقصى غسان يونس أبو أيمن، 72 عاما من عارة، كان يزور المسجد الأقصى المبارك مرتين في الأسبوع ليطعم القطط والحمام، واستمر في ذلك نحو حوالي 40 عاما حتى اشتهر باسم أبو هريرات الأقصى، رحمه الله. يعني رحمة الله عليه وعلى كل الذين يعني في قلوبهم رحمة تجاه كل كائنات، يعني نحن أبناء هذه الطبيعة. يعني بسان، مع نصل إلى ختام الحلقة مع موضوع أثار اهتمام العراقيين بالأمس. مظبوط ملاك، يوم أمس كان هناك انفجارات حصلت في منطقة جرف صخر، يعني قالت السلطات العراقية أن ذلك بسبب تعرض بعض أبراج نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة إلى اعتداء من قبل عناصر داعش، فسرها البعض أنها قصف طائرات حربية. ملاك، يعني ريثما بينت الحقيقة، اعتقد العراقيون أنه قصف أمريكي للمنطقة، وتصدر وسم أمريكا تقصف الجيش العراقي قائمة الترند العراقي لعدة ساعات اليوم. الكثيرون تفاعلوا مع هذا الأمر. قال هذا الحساب: عد مشغولين بتكذيب الخبر، كأنما تريدون محي التاريخ الإجرامي لأمريكا بحق العراق للجريمة القائم وغيرها، من قام بها؟ هل هذه المصداقية يعني تفيض من أنفسكم؟
أرجوكم أن تتحدثوا بأصل الفكرة وأصل الخبر، لا تدوروا وراء المصداقية من الأمريكان. الحقيقة لا أستوعب أن بعضهم لا يستوعبون ماذا يعني محتل، يعني بحسب كلام هذا الحساب. بسان، بطبيعة الحال العراقيون يرفضون وجود الأمريكان بينهم منذ العام 2003، وعمليات المقاومة العراقية المستمرة منذ ذلك الوقت وحتى الآن تؤكد، كما لازلنا نرفض وجود إسرائيل بعد 72 عاما. المحتل يبقى محتلا، والاحتلال يولد المقاومة التي بحسب ما علمنا التاريخ سوف تهزم الاحتلال في نهاية الأمر. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة ونهايتها. شكرا ملاك. نذكر طبعا بموقعنا الميادين.net وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك وإنستغرام، وأيضا قناتنا على تليجرام. شكرا جزيلا لك بسان، وشكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.